Et s'il venait, je lui dirais oui. Ça me ferait du bien. يعني أنا اليوم حاسة حالي متألقة زيادة. عم سألوني ليش؟ يعني بوجود الاعلامي استاذ جورج قرداحي ومع هالاجواء الحلوه والحديث الحلو، يعني بنرجع نقول اهم من الشكل الخارجي هي الثقافه والخبره والحضور والشخصيه. وعديكم بسهره حافله، مشان هيك انا جيت يمكن على الموعد على قد ما تاخرت لحتى نستقبل الضيوف المفاجاه اللي عاملين لهم اياها لاستاذ جورج، ضيوف من الوسط الاعلامي ومن الاصحاب ومن عائلته واصدقائه ومدامته واولاده. نحن حاضرين، واكيد استاذ جورج بيوصل دائما على الوقت، رح ننطر نستقبله نحن وياكم ونتجه على اللوبي باللور رويال بدبي تحديدا لنستقبل الضيوف ونبلش سهرتنا الحلوه. مشاهدينا وعدناكم بسهرة حلوة كتير حافلة تضمن أصدقاء وأكيد الأشخاص المقربين من الإعلامي أستاذ جورج وأيضا صحفيين وإعلاميين، هم أشخاص مهمين وأشخاص نحن أكيد بنحترمهم وبنحترم ألمهم، وحبينا نجمع هالجمعة الحلوة. مرحب فيك أيضا أستاذ جورج مرة ثانية، وإن شاء الله تكون الجمعة أكيد حبيتها. أنا لا طبعا فاجأتيني أنا لما شفت هالوجوه اللي بحبها، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بمدام قرداحي، وحبينا نتركها كمان مفاجاه يتعرفوا عليك اكثر. بنرحب ايضا باستاذ دافيد عيسى، مدير بنك، مدير عام بنك التمويل. اهلا وسهلا فيك. اعلامي وناقد وصحافي، سبق وتعرفت عليه ايضا ببرنامجنا ستارز وبس، استاذ محمد حجازي. اهلا وسهلا فيك. وايضا جريده اخذت صدى مؤخرا كثير حلو وتكاثرت التساؤلات عليها وانتشرت بطريقه سريعه جدا. بنرحب برئيس التحرير جريده البلد بشاره شربي. الاستاذ بشاره اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك على قناتي. وايضا بنرحب ب مدام إلين عن جديد وبنوت استاذ جورج. اهلا وسهلا فيك باتريسيا. وايضا مدام شربي اهلا وسهلا فيك. طبعا كمان بدنا نرحب باعلامي كلكم يمكن بتعرفوا اسمه وقريتوا له كثير من المقالات، يمكن ما تعودتوا تشوفوا الوجه لاستاذ جورج. اهلا وسهلا فيك على قناتي، ونحن لنا الشرف اليوم بوجودك معنا، ووجه من كمان اعضاء مهمه بمجله الشبكه، وايضا بتقروا لها كثير مقابلات العديد من النجوم التقيت فيهم. اهلا وسهلا فيك ماجي صفر الشقيه وزوجك بنرحب فيه، وايضا بنرحب ب مدام، اول شيء بنرحب بوالدتها لمدام قرداحي. اهلا وسهلا فيك مدام. وطبعا بنرحب مدام باولا، ومعنا ايضا الاستاذ. اهلا وسهلا فيك. وطبعا بنرحب مدام نجلة بشير مدامته اكيد. وبنرحب ايضا باعلاميه، وايضا كمان مقالاتها حلوه كثير وكلنا بنقري لها مقالاتها الحلوه كانت الاجتماعيه او الفنيه. بدنا نرحب كمان سوا بمدام مي. اهلا وسهلا فيك مدام مي زياده. بنرحب فيك على قناتي، وان شاء الله يعني نكون هيك جمعنا هالجمعه الحلوه وندردش دردشه حلوه مع استاذ جورج. استاذ جورج يعني نعم. هلا نرحب جورج نمبر 1 ولا جورج نمبر 2؟ هلا اسمح لها. ان شاء الله اكيد ما نكون قصرنا بترحيب بحدا، ولكن ما شاء الله جمعه حلوه. استاذ جورج، دائما كنت عم بتكرر بالفتره الاخيره، وهي يمكن وردتك هيدي الفكره كونه عم بيصير يمكن اشياء ما عم
تليق بالوسط الاعلامي من الناس اللي حامله القلم اذا بنقول وما عم تحترم هالقلم اللي عم تكتب فيه. بقى قلت عن موضوع كثير حساس وحناخذ باراء الزملاء والاساتذه الموجودين معنا، ميثاق شرف للاعلام. ميثاق شرف للمهنه، مزبوط. يعني لي فتره انا بنادي بهالشيء لانه من خلال تجربتي ومن خلال تجوالي في العالم العربي ومن خلال ما عم بقرا كمان عن كثير من الناس المشهورين، الحقيقه في اقلام تتجنى على الناس بتزوير الحقائق، بعدم قول الحقيقه، بتشويه الحقيقه احيانا، بتتعدى على خصوصيات الناس هيك مجانا من دون رادع ولا دستور مثل ما بيقولوا. لذلك وما في قوانين تردع في العالم العربي، اللي قلته انه على الاقل يصير في ميثاق شرف للمهنه على مستوى كل نقابات التحرير ونقابات الصحافي واتحاد الصحفيين العرب في العالم العربي ويتطبق هالشيء. يعني هالمهنه ما يعود يدخلها من مكان، هالمهنه بما انه مهنه مقدسه ومهنه تحترم الحقيقه ولازم تكون تحترم الحقيقه وتحترم حريه الفرد، تحترم حريه الاخر، لازم انه تتقونن ولازم ما يعود في هيك تعدي مجاني على الناس مين ما كانوا، سواء كانوا مشاهير او كانوا ناس عاديين. يعني مش مسموح لقلم غير مسؤول انه يستخدم قلمه لإيذاء الناس، لأذية الناس. ما بعرف اذا زملائي الاعلاميين بيقولوا هذا الشيء، بس انا عم بقول انه هيدي شغله اساسيه بمهنتنا اذا كان بدها تصير الصحافي محترمي اكثر في عالمنا العربي، الاعلام يعني بشكل عام. يعني مثلا انا تعرضت لشغلي هذيك اليوم بالمملكه العربيه السعوديه، كنت مدعو الى افتتاح معرض، كان مطلوب مني انا قص الشريط. بقى رحت لهونيك، استقبلت بكامل الحفاوه بمنطقه الخبر وبمجمع راشد. واستقبلت كان في تقريبا عشرات او مئات الاشخاص اللي ناطرين، لانه ذكر في الصحف انه برعايتي انا سيتم قص الشريط والى اخره. قامت احدى الصحف تبرعت بالقول انه القاء القبض على جورج ارداحي، ليلة القبض على جورج ارداحي. يعني تصوري عدم المسؤولية. بالعكس، وهذا الخبر من هالخبر كان مؤذي، مش بس لي، مؤذي حتى للمملكة العربية السعودية. لانه القاء القبض من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على جورج ارداحي، شو معناتها؟ معناتها هذا يؤكد انه ما في حريات دينية في المملكة، وهذا يؤكد الحملة اللي عم تشنها كانت الامريكا والغرب على المملكة العربية السعودية، وهذا شيء أساءني جدا، لأنه هذا مش صحيح. أنا استقبلت بحفاوي تامة، وكانوا جماعة الهيئة في انتظاري في الاستقبال، استقبلوني. ولكن الجدل اللي صار يمكن أن شافوا أنه في بعض الشهود قالوا أنه بعض الرجال الأمن 10 أو 15 شخص بالعكس أخذوا أستاذ جورج على مكتب. بالعكس هيدا اللخط اللي صار، رحبوا فيه وعلى أكمل ترحيب، وما شفت منهم إلا كل مبادرة طيبة وكل خير. بقى بيطلع أحد الأقلام بيكتب أنه إلقاء القبض على جورج. يعني هذه كانت مهينة إلي ومهينة ومسيئة للمملكة وزعجني. هلأ تعرضنا لكثير أمور، في إشاعات كثير، إشاعات كمان تأذي بشخصية الإنسان. يوم بيجي يطلع عباله واحد يكتب أنه والله فلان لأنه مشهور طلق زوجته، فلان والله مغروم بوحده، او شوفوا صوروه مع فتاه عم يسلم علي، يعني صارت مصاحبه بزوجوها، يخربوا عيال بزوجوها. هيدي حتى يعني هلا بنشوف اراء زملائي واحبابي اللي اساتذه بهالمجال، انه لازم يصير في ميثاق شرف للمهنه. انا بما انه عم نحكي عن هذا الموضوع كمان بحب اتوقف عند استاذ بشاره. اول شيء اكيد بدي اخذ رايك بهذا الموضوع، وشهد بالفتره الاخيره بجريده البلد مجله ستار اللي هي رافقت جريده البلد يمكن لفتره، اول فتره يمكن كمان الصوره اليوم صارت بتتداخل بشخصيه الشخص اللي مسلط عليه الاضواء، كان اعلامي ولا فنان. مين بحد من هيدا الموضوع، او هل يسمح هيدا الشيء، او لازم يكون في حدود معينه؟ وطبعا بدنا استاذ بشاره رايك بهيدا الموضوع اللي عم يحكي عنه استاذ جورج. لا انا اكيد بوافق الاستاذ جورج على اللي قاله بالنسبه لوجوب تطهير المهنه من الدخلاء عليها. نعم. وانه لازم يكون في يعني مثل سياسة أخلاقية بيلتزموا فيها الصحفيين بالتعاطي، يعني إن كان بصياغة الأخبار أو بنقل المعلومات أو بالمصادر أو بالتعرض للخصوصيات. لكن أنا يعني
دائما بخاف على الحريات من مسائل القانونيه، لانه عندنا بعالمنا العربي هي مشكله، هيدي القانون والحريه شغله مش كثير واضحه. عندنا مثلا وزارات اعلام بالعالم العربي اللي هي وظيفتها الرقابه على الحريات. يعني انا بفضل اول شيء ينعمل مثل ميثاق اخلاقي بين الدول العربيه وزارات الاعلام عندها بعدم التعدي على حقوق الصحفيين وعلى الحريات العامه. هيدي بدايه انه الدول العربيه تفهم شو يعني الحريه وشو يعني حريه الصحافه وتطلق حريه الصحافه. قبل ما ندين حالنا نحن كصحفيين، نحن طبعا واجباتنا انه نلتزم بالقواعد الاخلاقيه تبع المهنه، لازم نطرح المشكله الاساسيه اللي هي نقص الحريات الاعلاميه بالعالم العربي، واللي هي واجبات السلطات، واجبات المجتمع المدني ناضل من شانها، واجبات السلطات انها تعطيها. انا من هاي الناحيه بشوف انه في شغلتين لازم نعمله، من جهه انه الحريات تكون مصانه من قبل السلطات، ومن جهه انه الصحفيين هن يلتزموا بحدود العمل المهني. مؤخرا بجمعيه الصحافه بلا حدود طلع لبنان اعاد مراتب الاولى لحريته بالصحافه، يعني هيدي من شي جمعه او جمعتين طلعت الصين وسوريا يمكن وبلد اخر ما كانوا من يمكن في الحريه التامه، لبنان رجع اعاد المراتب الاولى بالحريه. بس نحن الحقيقه مش اعاد مراتب الاولى، الحقيقه انه تحسن موقعه بين الدول العربيه، بس هو مرتبه بعتقد 87، يعني من المراتب اللي تقدم فيها، يعني ما بقى تحسن بس مش معناتها انه نحن يعني بالمرتبه 87، فاحنا بدنا يكون بالمرتبه الاولى يعني ودائما لبنان كان رائد دائما. نعم ولكن استاذ بالفساد 87 بالفساد مش متفوق في مش بس متفوق انه عنده الحريه المطلقه الصحافي بلبنان، انا هيدا اللي انا مطلقه لا يعني بنلاقي في اليوم ما في اصلا ما في بالعالم كله ما في حريه مطلقه تمام قول مطلقه، ولكن بلبنان يتمتع بحريه الصحافه. انا هيدا اللي النقطه اللي عم اقولها، من هيدا اللي بدي اقوله كان سياسيا او اجتماعيا او فنيا، ولكن انا اللي بدي اوصله انه هالحريه اللي مرات بتتوصل بتمس بشخصيه الانسان، وخاصه مثل ما تفضل وقال استاذ جورج بتمس يمكن بعائلته، بتمس باشاعه بتهده، او بتهد كمان بتمس بالوطن اللي هو فيه. لو تسمحي لي بس كاتيا بدي اضيف شغلي على الاستاذ بشاره، مع احترامي لرأيه كامل لأنه معه حق 100% بالنسبة لاحترام حرية الصحافي، بس يعني هذا موضوع بعتقد يعني لا يتعارض مع موضوع آخر. يعني إذا مش قادرين نوصل إلى حرية تامة هلا في العالم العربي، على الأقل نوصل إلى شيء يحد من ثورة هالأقلام المسيئة للناس، كل الناس. اسمحي لي تفضل. انا خريج كليه الاعلام. نعم. انا عندي اصدقاء كثير يعني بالوسط الاعلامي، وانا بكتب اوقات بالديار عندي. نعم. بكتب اوقات. انا اللي عم يقوله استاذ جورج كثير مزبوط، بس في شغله كثير مهمه وهيدي دائما نحن عم ننساها. نعم. النقابه الموجوده بلبنان، يعني مثلا خريجين كليه الاعلام عندهم صعوبه يفوتوا بالنقابه. لازم قبل ما ينعمل هيدا الميثاق هالنقابة تتنظم ويتنظم لقانون لحتى بتبلش من هون قبل ما ينعمل الميثاق، يعني بتصير هذه النقابة تشرف على عمل الإعلامي وهي بتحاسبه، مش الدولة اللي بتحاسبه بينعمل ميثاق شرف. ميثاق شرف بين النقابات. بين النقابات ممتاز على مستوى المهنة. أنا بين النقابات وبين الجامعات. أنا ممكن داخل كل مؤسسة ينعمل ميثاق شرف. نحن بجريدتنا عملنا ميثاق شرف، وقعوا عليه كل الصحفيين العاملين بالجريدة.